السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم إن شاء الله في سلسلة All About Complete Dentures الحديث عن طرق تسجيل العلاقة المركزية أو Centric Relation. حنتعرض لمجموعة من الطرق، أي منها يؤدي الغرض الحقيقة راح تتفاوت من حيث الدقة والإنديكيشن، لكن الحقيقة أنه معرفته جميعا راح يسلح الطبيب بالمعرفة الكافية لأنه دائما يكون قادر على أنه يحصل على Centric Relation اللي هي بكل موضوعية حجر زاوية في نجاح المعالجة بالكمبليت دينشر. في بداية المحاضرة أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني تلقي أي استفسار أو تعليق أو اقتراح، وأيضا أتمنى الدعم من خلال المشاركة والاشتراك واللايك. بالنسبة للسنتريك ريليشن، نحن عندنا عدة طرق الحقيقة ممكن من خلالها تسجيل السنتريك ريليشن. ممكن هذه الطرق تكون طرق فيزيولوجية، ممكن تكون طرق فانكشنال أو وظيفية، وطرق ترسيمية أو جرافيك، وأخيرا طرق شعاعية. هناك عديد من الطرق اللي تندرج تحت كل نوع من هذه التقنيات، حندرسها إن شاء الله بالتفصيل. أول هذه الطرق هي الطرق الفيزيولوجية. طبعا مثل ما يوحي اسمها، هي عبارة عن طرق تعتمد على النبضات الحسية العصبية للمريض، يعني على الحس الحركي للفك السفلي من دون ضغط على التسجيلات بين الإطباقية، من دون ما نستحث أو نحرض أي حركة عند المريض. تستطب طبعا في العلاقات غير الطبيعية للفكين بشكل خاص، تستطب أيضا مع الفلوبي تيشوز لأنه أي حركة ممكن تؤدي لعرقلة الحصول على علاقة مركزية صحيحة. تستطب أيضا مع في حال وجود لسان ضخم أو عرطل، وأيضا تستطب مع حركات الفك اللي هي بتكون uncontrolled مع مرضى عندهم أيضا old dentures. عادة بتكون هاي الطرق بيستعمل معاها الشمع سريع التصلب، بالرغم أنه هاي ميزة، لكن مشكلته أنه ما بيتحمل الشمع قوة الضغط، مما يجعل التقنية sensitive. وممكن ايضا استخدام الجيبس، ممكن استخدام الزنك اوكسيد اوجينول، وهي المواد تتحمل قوى الضغط اثناء التسجيل لكن بنفس الوقت بطيئه التصلب، وهذا يعتبر دروباك في التعامل معها. طبعا انتظار تصلبها احيانا بيؤدي لتغير في السنتريك ريليشن. الطرق الفيزيولوجيه بشكل عام هي من محاسنها انه هي طرق بسيطه، ما بتحتاج للكثير من التجهيزات والديفايسز، ايضا ممكن تسجيلها بزياره واحده، لكن بالمقابل لها مساوئ، هي عدم الدقة، ممكن يكون في عندي lack of equalized pressure أو فقدان لتقديم ضغط متساوي، أيضا صعوبة التحقق من العلاقة وصحتها، وأيضا أنها أقل دقة من الجرافيك ميثود، حنحكي عنها من خلال الجوثيك أرش أو الأثر الزاوي. أول الطرق اللي تنتمي للطرق الفيزيولوجية هي طريقة التكتايل أو intraocclusal check record method أو الطريقة اللمسية. تعتمد هي الطريقة على نبضات الحسية العصبية للمريض وعلى الحس الحركي للفك السفلي ولحركات الفك السفلي، وأيضا الحس اللمسي لانتركلوجال تشيك ريكورد ميثود، وممكن نعمل تسجيلات تجريبية من خلالها والتحقق بعد هيك منها على الارتكوليتد كاست، وممكن انه نحن من خلالها نسأل المريض انه هو يقوم بإرجاع الفك السفلي من دون التدخل الطبيعي. طبعا تستطب مع حالات علاقات فكية غير طبيعية، مع فلوبي تيشوز، مع لارج تانج، مع uncontrolled mandibular movements او حركات غير مسيطرة عليها والمرضى اللي سبق واستخدموا الكمبليت دينشر. بالنسبة للمواد مثل ما حكينا، نحن عندنا إمكانية لاستخدام الشمع اللي هو عنده ميزة سرعة التصلب، لكن عنده سلبية عدم تحمله لقوى الضغط. ممكن نستخدم الإمبريشن كومباوند، ممكن نستخدم الدينتال بلاستر والزينك أوكسيد أوجينول اللي بتتحمل الضغط لكن يعيبها بطء التصلب. ومثل ما بيوحي الاسم، أي طريقة بالتسجيل تستخدم حقيقة للتحقق من السنتريك جوريليشن عند جلسة التجربة تراي إن أوف دينتشر إنسيرشن بشكل أساسي. ممكن أيضا استخدامها لفحص الإطباق في عند المرضى اللي عندهم أسنان. عادة في مرحلة تجربة الأسنان، بس أنا طبعا لأنه لازم نحكي عن سنتريك ريليشن تكلمت عن الطريقة هون، أما هي عادة استعمالها بيكون في مرحلة التراين. ممكن إذا شعر طبيب الأسنان أنه هناك حاجة للتحقق من السنتريك ريليشن أنه يقوم بالتحقق من خلال هاي الطريقة. وبتتضمن عادة خطوتين، خطوة بيتم من خلال عمل تنتاتيف سنتريك جوريليشن، يعني بنعمل العلاقات فكية مركزية أو سنتريك ريليشن تجريبية وبنستخدم معها الواكس، وبعد هيك في السيكند ستيب بنجيب الانتر اوكلوجال تشيك ريكورد هاي باستخدام الترايل دينشر وبنتأكد منها بطرق اللي راح نحكي عنها. الطريقة بتكون بهذا الشكل، نحن بنوضع الارتفاعات الشمعية بالفم، بنعمل تخفيض بسيط في ارتفاعها
لزيادة المسافة بين الإطباقية ونضبط البعد العمودي. وبناخذ السنتريك ريليشن باحد الطرق المذكوره، حكينا عن الباسيف اكتيف، بناخذها بالطرق الباسيف وبنعمل بعد هيك تمفصل الارتفاعات هي مع الصفائح على المطبق، والفني بيعمل تنضيد الاسنان وفق هاي السنتريك ريليشن. هون صفائح التجربه تعاد للفم، بنفصل السطوح الاطباقيه عن بعضها بقطن يعني عند الادراس، وبنحط او يوضع الواكس على السطوح الاطباقيه السفليه، وبنطلب من المريض يعض أو إرجع فكه السفلي للخلف ويعض ببطء لحين أنه يحدث تماس للأسنان وتزال الأجهزة بعدها ويترك الشمع ليبرد. هون منحط أجهزة أو صفائح التجربة العلوية والسفلية على الأمثلة الجبسية على المطبق، وقبل ما نحط أجهزة التجربة بيتم حل الأقفال الكرات اللقمية على المطبق لحتى يكون في عندي حركات أفقية متماثلة تسمح بحركات أفقية للأمثلة. بنكشط شمع الألواكس من الناحية الدهليزية أو الباكل، وبنعدل الأمثلة الجبسية المتمفصلة على الحركة أفقيا لحتى تنطبق على تسجيلات الألواكس. لو كان تسجيل العلاقة التجريبي دقيق ونفس تسجيلات التحقق، فسنجد أن الكريات اللقمية للمطبق راح تتماس مع الصادمات بشكل المركزية بشكل طبيعي. لو كان أي من الكرتين ما بيمس الصادمات المركزية، فهذا يعني أنه التسجيل التجريبي لم يكن دقيقا، وحنحكي لاحقا كيف نحن نتعامل مع هذا الأمر. ممكن طبعا استخدام شمع occlusion indicator يعني بدل الألواكس لتسجيل أجهزة التجربة لو كان عندي أسنان بدون حدبات. فإذا نحن الارتفاعات الشمعية تدخل للمريض على الدينشر، وممكن نحط أديزف لندعم الالتصاق. منسجل البعد العمودي الراحي ومنسجل البعد العمودي الإطباقي بعد ما نطرح من هالمسافة الراحية، وحكيت عن هذا الأمر بمحاضرة مفصلة. بنعمل مثل علاقة مركزية تنتيتيف يعني تجربية بأي من الطرق اللي حكيناها، من خلال الرجاع الفك السفلي من خلال المحاضرة الماضية، وبعد هيك الأوكلوجر ريم هي بيتم تمفصلها باستخدام هاي التسجيلات التجريبية وبيتم تنضيد الأسنان وفقها. بعد هيك بتبدأ مرحلة الانتروكلوجال تشيك ريكورد، الأبر واللور ترايل دينشر هي بتدخل تم فم المريض، وبيتم منع الأسنان المتقابلة من أنه تتقابل من خلال وضع قطع من القطن بين المني، وبيتم وضع الواكس على السطوح الإطباقي للأسنان في الفك السفلي في الارتفاع الشمعي السفلي، وبنقول له المريض يعض ببطء ومع أرجع فك السفلي الخلفي بحيث أنه تطبق الفك السفلي على الواكس يلي حطيناه. هاي الترايل دينشر بتنشال، بنترك الشمع يبرد، بعد هيك الأجهزة العلوية والسفلية بتنحط على الارتيكوليتر كاست، وقبل ما نحط الارتيكوليتر كاست الهوريزونتال كاندلر جايد لاكس بالارتيكوليتر بيتم حلها لنسمح بحركة أفقية للكاست، والألواكس على الباكل أسبكت أوف مانديبولار تيث بيتم كحته، والارتيكوليتر كاست اللي صارت حرة الحركة أفقيا بيتم ضبطها بحيث تنطبق على الشمع الألواكس. في حال كانت التنتيتيف ريليشن أكيوريت، فرح نشوف أنه الكاندلر إليمنتس هاي للارتيكوليتر رح تعمل كونتاكت مع السنتريك ستوبس. أما لو كان أي من الكاندلر إليمنتس هاي ما بيعمل كونتاكت مع السنتريك ستوبس، فهذا يعني أنه في عندي خطأ في تسجيل العلاقة المركزية، وبالتالي ممكن نرجع نعيد تسجيل العلاقة المركزية. طريقة ثانية اللي تنتمي للتقنيات الفيزيولوجية هي الستاتيك أو البريشرليس ميثود. الطريقة الساكنة الحقيقة هي الطريقة الأكثر شيوعاً، وهنا بعد ما ندرب المريض على وضع السنتريك ريليشن أنه يعض بوضع السنتريك ريليشن، نعمل مثل نوتش ونيك، نعملها على الارتفاع الشمعي العلوي بشكل V، وبيقابلها عند منطقة الضواحك والأرحاء مثل نفق أو تراف بالشكل اللي نحن شايفينه، وبيتم عزل المنطقتين بالبتريليوم جيلي مثلا، وبنخلي المريض يعض بوضع قائم، هو في وضع قائم، وبنحصل على السنتريك ريليشن بوضع السبابات على الارتفاعات الشمعية مثل ما نحن شايفين،
والإبهامين تحت الذقن، ونطلب المريض أنه يبلع، وبيتم وضع الواكس تقريبا بسماكة 4.5 ملم. محتاجين ممكن استخدام طبعا جبس باريس، ممكن استخدام الإمبريشن بيست زد إن أو إي، أو ممكن حتى استخدام مطاط اللايت على المكان اللي عملناه عند النيك نوتش وتراف، وبعد هيك بناخذ السنتركليليشن، وبعد هيك بيصير سهل انه نفصل الارتفاعات عن بعضها، وبيتم نقل هاي الصفائح للمطبق وفق العلاقه. وممكن نحن نتحقق من السنتركليليشن باستخدام اجهزه الاثر داخل او خارج الفم، حنحكي عن هاي الطريقه ايضا في ما بعد. الطريقه الثالثه اللي تنتمي لتقنيات الفيزيولوجيه هي طريقه الضغط، البريشر ميثود. هون عم نحكي عن نظرية بيتم فيها تطرية الشمع بالكامل، الشمع السفلي طبعا كاملا، ومنخلي الفكس السفلي منقوده لوضع سنتركليليشن بيد الطبيب، ومنضل جارين الفكس السفلي لحين الاطباق على الفك العلوي وفق البعد العمودي اللي سجلناه، وبعد هيك بيبرد وينقل الى المطبق. طبيعة الحالة هي الطريقة بتتبع الارتفاعات اللي نحن رسمناها، خطوط الخط الناصف والخطوط الجانبية عند الناب، لكن بطبيعة الحال هي الطريقة هي اقل دقة. الطرق الثانية او التقنيات الثانية من تقنيات تعيين العلاقة المركزية او السنتريك ريليشن هي الطرق الوظيفية او الفانكشنال ميثودز. وهون الحقيقة نحن بنستخدم الحركات الوظيفية للفك نفسه للحصول على السنتريك ريليشن. بطبيعة الحال هون نحن بنحتاج لأنه يكون في عنا تسجيلات ستاتيك أو تسجيلات ساكنة للسنتريك ريليشن نحصل عليها ونعملها تمفصل على الارتكوليتور أو على المطبق، ومن خلالها بنقدر نحضر النوع من الديفايزز اللي بتنعمل على الارتفاعات الشمعية الجديدة، وبتنعمل الحقيقة بشكل زائد، يعني الارتفاعات الشمعية نفسها بتنعمل بشكل زائد قليلاً، بحيث لما يقوم المريض بالحركات الوظيفية وفي مثل هاي الديفايزز اللي هلا حنحكي عنها من خلال طرق مختلفة، نحصل على البعد الصحيح من خلال حركات المريض الوظيفية للفك. وبطبيعة الحال هاي الطريقة بتحتاج لصفائح تكون ثابتة، لأنه أي حركة لهي الصفائح يعني أنه تسجيل علاقة محل شك. طبعا هاي الطرق ما لها شائعة، لكن أنا حبيت أذكرها لأنه هي طرق متبعة معتمدة في مجال اختصاصنا في تعويض الأسنان، والحقيقة قد يلجأ إليها البعض. طبعا من محاسن هاي الطريقة أنه ممكن من خلالها نحدد السنتريك ريليشن والفيرتيكال دايمينشن معا، من مساوئها الحقيقة عدم الدقة اللي ممكن يكون بسبب مثل ما قلنا تحرك الصفائح، أو مقاومة اللي ممكن يبديها الريكوردينج ميديم اللي عم نستعمله، مثل مثلا هلا حنحكي بطريقة باترسون انه نحن مستخدم المعجون البلاستر اوف باريس مع الكربراندوم، فممكن احيانا يكون في مقاومة تعيق تسجيل الحركات هاي، وايضا فقدان القدرة على انه نحن نعمل ضغط متساوي اثناء التحريك. ايضا تتطلب مريض واعي فاهم للمطلوب منه وشو الهدف من الحركات اللي عم يقوم فيها. هناك عده طرق تندرج تحت ما يسمى بالفانكشنال ميثودز للسنتريك ريليشن، واحده منهم هي النيدل هاوس ميثود. وهون نحن عم نحكي عن انه نحن بنعمل مثل ما قلنا ارتفاعات شمعيه شوي زياده فيها هاي الستايلي او النتوءات اللي معدنيه، اللي بتقول بنقول له المريض يحرك، طبعا هي بتكون على الفك العلوي، والفك السفلي بيكون الارتفاع الشمعي، بنقول للمريض يتحرك يمين يسار يمين يسار، فبترتسم عندي مثلث بيكون النقطة الأمامية منه هو سنتريك ريليشن. فبتعتمد على أنه نعمل الارتفاعات شمعية علوية فيها نوع من الستايل أو الثلاث كريات المعدنية، نحط الارتفاعات العلوية في فم المريض، نطلب منه أنه يغلق على الارتفاعات الشمعية السفلية يلي عملناها زائدة في الطول، وبنطلب منه أنه يحرك فك السفلي في كل الاتجاهات أمامي جانبي، مما يؤدي إلى أنه هذا الشمع ينكشط أو ينكحت، وبنضل منقول للمريض يعمل بهذا الطريقة لحين الوصول للبعد العمودي اللي بيحس معه بالراحة. بعد فترة من الحركات بتشكل عندي المعين هذا اللي بتمثل نقطة أكثر نقطة أمامية منه السنتريك ريليشن. طريقة تانية تندرج تحت تقنيات تحديد العلاقة المركزية الوظيفية هي طريقة باترسون. طريقة باترسون بنعمل فيها من خلالها تخفيض على كامل السطح الشمعي الخلفي، يعني نوع من نوع الاطراف بس اعمق واكبر اطول من اللي عملناه مع الطرق مع طرق البريجرليس او الساكنه اللي حكينا عنها مع تقنيات الفيزيولوجيه. هون نحن بنعمل اطراف هذا وبنحط فيه معجون مثل ما قلنا كبراندوم وجبس تقريبا بنسبه 1:1، وبنقول له للمريض يحرك فكه جانبيا اماميا، مما بيسبب انخفاض سطح الجبس، وبنضل بيحرك المريض بنقول له يلا حرك فكه لحتى يوصل لبعد عمودي احنا حددناه او مريح للمريض، ومنقول له المريض يطبق في النهاية او يرجع فك السفلي للخلف، ومن ثم الاطباق، وبيتم تثبيت الارتفاع الشمعي على بعضها
وفق هاي الطريقة. ممكن طبعا هاي الطريقة أقل دقة، ممكن هناك طريقة مماثلة تعتمد على الشمع اللين، مماثلة لهي الطريقة بنحط فيها شمع لين بهي المنطقة بدل معجون الكربوندوم والجيبس، تدعى بطريقة ماهر. بهذا الشكل توقف في محاضرة اليوم، بعد استعرضنا التقنيات الفيزيولوجية والوظيفية في تحديد العلاقة المركزية. المحاضرة القادمة نحكي فيها عن طرق الجرافيك في تحديد العلاقة المركزية، طرق الأكثر دقة، وأيضا نحكي عن تسجيلات العلاقة غير المركزية الإكسنترينج ريليشنز، في سواء العلاقة التقدمية البروتروسيف أو الجانبية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.